ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصادات البيئة. أهلا بك دكتور، وكيف تابعت حدث الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي ودلالات هذا في هذا التوقيت بالذات؟ مساء الخير أستاذ شادي وعلى حضرتك وأستاذ المشاهدين. الحقيقة فنن ده حدث جلل، حدث كبير، لأن دي الحقيقة تعتبر يعني نقلة كبيرة لمصر، إن هي طبعا بتدخل زي ما يطلق عليه النادي النووي العالمي، اللي هي ليس فقط مجرد نقل التكنولوجيا، ولكن مع نقل التكنولوجيا احنا بندخل مصر في عصر جديد في كيف يمكن ان يكون لدينا قاعدة علمية وبحث وتطوير في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وايضا كيف يمكن ان احنا نخش الجيل الثالث لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ودي طبعا مهمة جدا لأنها تطورت تطور كبير جدا، وبنعمل أن دي التعاون مع روسيا في هذا المجال أنه بيفتح أفاق كثيرة جدا لوجود كوادر علمية وبحثية في هذا المجال، بحيث أن احنا نقدر نكون جزء من منظومة تطوير وتمصير مثل هذه التكنولوجيا على أرض مصر بما يتماشى مع ظروفنا واحتياجاتنا وأيضا خطتنا في تنويع مصادر أو التزيد بتاع الطاقة في مصر، إزاي إن إحنا نقدر نستغل مثل هذه الطاقة الجديدة اللي عندنا بحيث إن هي تكون جزء من النهضة التنموية اللي موجودة في مصر ولتحقيق التنمية المستدامة اللي كلنا بنتكلم عليها، والدولة طبعا جزء من الرؤية بتاعتها واستراتيجيتها ان احنا كيف يمكن تأمين الطاقة بالنسبة للأجيال القادمة. تأمين الطاقة دي حضرتك في نقطة مهمة زي ما حضرتك تفضلت يمكن في الحديث في البداية، ان هناك تحول تدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري على مستوى العالم كمجتمع دولي ككل، عشان خاطر موضوع تداعيات التغيرات المناخية، فلازم ان مصر في السنوات القليلة الماضية اتجهت إلى تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هي تنوع وتزود في نصيب هذه الطاقة في مجمل الطاقة في مصر، بحيث إن هي سنة 2030 إن شاء الله إحنا بنعمل يكون في 42% من الطاقة الجديدة ومتجددة، وهيكون نصيب الطاقة النووية فيها حوالي 4%، وده طبعاً نسبة يعني كويسة جداً، وإحنا بنأمل حضرتك إن ليس فقط ده مجرد مشروع، ولكنها هذه هي الحقيقة تعتبر نقلة كبيرة في المستوى التكنولوجي والمستوى الذي نأمل فيه نحن هيكون عندنا كوادر فنية وعلمية وخبرات يعني تتولد من خلال هذا المشروع، فإحنا بنعتبره ليس فقط مشروعا قوميا، ولكنه ما بعد المشروع القومي إن هو حيجيب الكثير من المنافع الاخرى اللي هي يعني احنا عايزين ننتج كهرباء، ولكن في نفس الوقت هو الموضوع ليس فقط انتاج كهرباء من احد مصادر اكيد الكهرباء. يعني هناك استخدامات ايضا اخرى للطاقه النوويه يا دكتور. في طبعا يا فندم استخدامات كثيره، بس انا يعني لو تاذني حضرتك اقول سريعا ان هناك اكثر من محور هنا. المحور الاولاني ان هناك منافع اقتصاديه من استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، هناك منافع اقتصادية، فطبعا احنا بنقلل استخدام الوقود الأحفوري، ودي طبعا هتدينا يعني ميزة كويسة جدا ان احنا بدل ما بنعتمد على الوقود الأحفوري علشان خاطر ننتج الكهرباء، من الممكن ان يكون دي فرصة تصديرية لنا ان احنا نصدره علشان خاطر يعني هنعوض الكلام ده بإنتاج الكهرباء من المفاعل النووي، فدي فرصة تصديرية. ثانيا احنا حضرتك بنخلق كوادر جديدة من الفنيين والعلماء والأخصائيين في هذا المجال، ودي يعني حاجة ناحية معرفية وناحية علمية وبحثية كبيرة جدا في مجال الطاقة النووية. وأيضا مهم أوي كمان حضرتك نعرف ان احنا الطاقة النووية بتدينا الطاقة ثابتة وبتدينا طاقة متواصلة، يعني احنا قارناها مثلا بطاقة الرياح او بالطاقة الشمسية، الرياح مرتبطة بالرياح او طاقة الرياح او انتاج الكهرباء مرتبط بالرياح،
ولا يمكن لو كان في بطاريات وهكذا. فلكن احنا عندنا بالنسبه للطاقه النوويه فهناك العديد من المنافع الاقتصاديه التي تصاحب مثل هذا المشروع العملاق. تمام يا دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء سرحان استاذ اقتصادات البيئه.